فقدت الساحة الكروية الجزائرية اليوم أحد أبنائها البررة، أحد صناع تاريخها الطويل، حسن للماس، نجم المنتخب الوطني وشباب الكور في الستينيات والسبعينيات، حيث فارق الحياة في 75 من عمره بعد مرض ألزمه الفراش سنوات عديدة. المغفور له بإذن الله، الذي تعتبره عدد الشهادات أحسن ما أنجبت الكرة الجزائرية لكل الأوقات، من مواليد يوم 12 من شهر مارس 43900 بالعاصمة، بدأ مغامرته الكروية في أولمبي العناصر قبل أن يتنقل إلى الجار شباب الكورة. أول ظهور لحسن للماس مع المنتخب الوطني الجزائري كان شهر نوفمبر من سنة 64. يحوز للماس أيضا على لقب أفضل هداف في البطولة بمجموع 150 هدفا، وأحسن هداف لكأس الجمهورية بستة أهداف في 3 نهائيات. خلال مشواره الذي وصف بالاستثنائي، حاز فقيد الكرة الجزائرية 4 ألقاب في البطولة، 3 كؤوس جمهورية و3 كؤوس مغاربية، وقضى 10 سنوات في شباب الكور وموسمين في نصر حسين داي قبل أن يختتم مشواره في اتحاد الصحة. حسن للماس عرف أيضا بشخصيته القوية وسط محيط كرة القدم الجزائرية، مما جعله محل احترام كل من عرفوه وعايشوه. شمعة حسن للماس تنطفئ اليوم إلى الأبد، وتلتحق بعشرات الأبطال ممن صنعوا مجد كرتنا من رفاق دربه في المنتخب الوطني، كاميلود هدفي، موحى، مدني، ومن سبقه في فريق جبهة التحرير، والقائمة تطول. رحم الله حسن للماس وأسكنه فسيح جناته، وألهم ذويه الصبر والسلوان. إن لله وإن إليه راجعون.